حي الشرطة. شنو الفيضانات اليوم اللي صارت عندكم هنا؟ والله هي دائما حي الشرطة تصير بيها فيضانات، لأن منطقة ناصية و وهذيك الصفحة دائما يصير السداد والمي يتجمع هنا فد مرة. شنو الفيضانات اللي صارت اليوم وصارت على بيوت الناس والناس انضرت يعني مين يتحمل مسؤولية؟ والله غير البلدية. زين شو تقيم دور البلدية؟ والله هي مرات تشتغل مكانات ومرات تشتغل مكانات تعوفها. والله الناشد البلدية وشوف شغله شوف شلون تشتغل شو تسوي شو ما تسوي، لأن هاي فد مرة مضرة راح تصير هنا. هاي حي الشرطة، حي الشرطة أنا قبيلة الأندلس. والله يا أخوي في ناس المطار ما حد يسوي المجاري نهائيا. بس أنت شوف شوف المي هذا كله مدود المجاري. ايش تسوون بالفرن؟ يعني عزلتوا بسبب الأمطار؟ إي طبعا شي أكيد. هسه العمال ما جو العمال بعد. زين مين يتحمل المسؤولية؟ غير المحافظ يتحمل المسؤولية. كل شيء ماكو حد، وين ماكو حد، كل من نايم بيته بعد ما حيجا. والله حي الشرطة هاي كل شتاء وبالأمطار هاي الفيضانات تصير هيك، يعني المفروض اكو فرق تطلع بالليل المجاري تسوي، ما بس بالليل بالنهار تشتغلوا بالمجاري. هذا الصيف كله راح ما حد بيشتغل، مشتغلين مكملين المجاري عشان هسه ما صارت هاي الفيضانات هنا. فات على بيوتهم مو بس فات على بيوت، دمر العالم دمار. مين تحمل المسؤولية؟ والله نحمل المسؤولية لبلدية الموصل. زين انت شو تقيم دور البلدية يعني؟ والله البلدية شغلها بس قدام العين. جاء وسوى الرصيف وسوى المجاري قبل ما تسوي الرصيف والشوارع. ما تصير هاي الحالة. هاي الفلوس اللي جت من الموصل يصرفوها على البلدية وعلى الخدمات، شو أحسن ما يصرفوها البلدية؟ والله أخويا إيش تعمل؟ نحكي بس ما يفيد. ما يفيد الحكي. كل واحد ملتهي هسه بنفسه ويسوي سمعة لنفسه. جت الانتخابات الكل شافت ايش صار وما صار بالموصل، كلها تقول لك اني واني. الساعة 10 نسمع انتم بالليل متأخرين وعاد تشوفون هذا الماي. والله الساعة 11:30 12. عاد تنظفون الماي؟ والعالم فاضت خطية بيوت العالم كله الماي فايت جوا، العالم بالشارع قاعد.